من منطقة التنقل في إكسبو 2020 دبي يدعو جناح نيبال الزائرين لاستكشاف التفاعل الدقيق بين التاريخ والجغرافيا الذين ينشئان فرصا اقتصادية في نيبال. نتعرف أكثر على جناح جمهورية نيبال في تقرير هاني موعد. سقف العالم، جبال الهيمالايا الشاهقة هنا في إكسبو 2020 دبي. جناح جمهورية نيبال الواقع في منطقة التنقل يقدم عرضا يمزج بين الطبيعة الساحرة والإرث التاريخي الحضاري لنيبال في شبه القارة الهندية. هي رحلة بين جنبات التاريخ. يحضر هنا فن العمارة المميز حيث المعابد التاريخية ورموزها. هي أمة عصبها الزراعة، إذ تروج نيبال عبر جناحها للفرص المتاحة في مجال الزراعة المستدامة اعتماداً على وفرة المياه فيها. ف90% من القوة العاملة في البلاد يعملون في الزراعة، خصوصاً الأرز وقصب السكر. وفي أحد زوايا الجناح تعرض نيبال الملح الوردي المستخرج من صخور جبال الهيمالايا، ومن هذه الزاوية تروج أيضا للسياحة، فهي تمثل مصدرا كبيرا للدخل. وطوال عقود عديدة اجتذبت نيبال أعدادا هائلة من متسلقي الجبال والمغامرين الذين يرغبون في تسلق أعلى قمة في العالم، قمة جبل إيفرست. الجناح يقدم عروضا فلكلورية من أمامه بشكل متواصل يعرض فيها الإرث الثقافي للبلاد. من إكسبو 2020 دبي تدعو نيبال إلى الاستثمار في طبيعتها الخلابة، وتفتح أبوابها للعالم لاستكشاف سحر آسيا.